الحفاظ على الذاكرة ونقلها من أجل إغناء متبادل هو موضوع لقاء دولي عبر الأنترنت نظمته الرابطة المحمدية للعلماء ووزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب تحت إشراف مركز تعارف للبحث والتكوين في العلاقات بين الأديان وبناء السلم. اللقاء يستهدف ثلاثة أهداف كبرى. الهدف الأول هو محاولة تجاوز هذه الأمنيزيات التي بدأت تضرب الذاكرات المشتركة على الصعيد العالمي، فهذا البعد هو الذي يحول دون التفاهم المشترك ودون تحقيق مقصد التعارف. البعد الثاني أو الهدف الكبير الثاني وهو إعداد الأرضية المعطياتية والوثائقية الميسرة القابلة للسكب في الحوامل الرقمية والحوامل التلعيبية، أخذا بعين الاعتبار أن جيلي زاد وألفا لا ينبغي أن نغفل أن لهما وسائل تواصل خاصة بهم. تقوية قدرات الأجيال الجديدة وبناء مواطنة منفتحة وغرس ثقافة التعايش وتقبل الآخر والحفاظ على الذاكرة هي من بين أهداف هذا اللقاء. هذا التواصل وهذا التعارف إذا لم يكن ينبني على هذا البعد البحثي البحث العلمي فإن ذلك سيبقى شعارا جميلا لا شك، ولكن لن يصل إلى أهدافه وإلى غايته. لذلك تم التركيز كذلك على جانب البحث العلمي من خلال إشراك مؤسسات عالمية مختصة في هذا الباب، باب الحفر والتنقيب في الأبعاد المتصلة بالذاكرة. لقاء جمع اختصاصيين وجامعيين للتشاور مع القادة الشباب الملتزمين لهذا المسعى لتوطيد ثقافة الانفتاح وتبادل الأفكار بين الأديان عبر النقاش والحوار. لقاء نقطة انطلاقة لتفكير شامل حول الذاكرة بصفتها عنصرا مركزيا يمكن من الانفتاح على الآخر خاصة من الناحية الروحية.